السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم معتصم من قناة انظر الدراما. نتمنى من رب العرش العظيم أن يبلغنا وبلغكم الصحة والعافية يا رب، ونكون دائما تأمين والأمين إن شاء الله. في موضوعنا اليوم حنحكي عن برنامج هو من البرنامج الجميلة جدا اللي بيختلف اختلاف توتلي من البرنامج الأخر، هو عبارة عن مشغل أو برنامج لانشر لكن بإضافات مختلفة اختلاف توتلي زي ما ذكرت لكم من أي لانشر مرة عليك قبل كده. البرنامج طبعا بيتيح لنا تصفح الصور بصورة مختلفة من المعتادة عندك في الهاتف، بالنسبة لي برضو مشغل لي بالنسبة للميوزيك، بالنسبة لمشاهدة الفيديو الموجودة عندك في الهاتف، لأنه بيقول العديد من المزايا زي ما ذكرت لكم ما بتكون متواجدة في أي لانشر آخر مرة عليك قبل كده. البرنامج هو برنامج طبعا بيوجد فيه نسختين، نسخة مجانية والنسخة البرو. أنا حاليا بنحكي عن النسخة البرو لأنه بيها كل الخيارات متاحة، ممكن نقدر نستفيد منها في ضبط الهاتف أو ضبط اللانشر في الهاتف. رابط تحميل البرنامج حيكون أسفل الفيديو برابط مباشر بمشيئة الله. قبل ما نبدأ في شرح البرنامج أذكر وأنبه بالنسبة للناس اللي بيشاهدوني لأول مرة أو يزوروا القناة لأول مرة، نتمنى منهم الاشتراك في القناة عشان نقدر يا اخواننا نصل على الاقل 1000 مشترك في القناة، وعمل لايك للفيديو اذا امكن ذلك. بنمشي نشوف البرنامج. طيب زي ما شايفين امامنا واجهة البرنامج، طبعا بعد ما اديناه كل الصلاحيات المطلوبه مننا عشان نقدر نستفيد منه استفاده قصوى بالامكانات البرنامج في الهاتف، زي ما شايفين امامنا في الاسفل في شكل جميل كده بيتحرك، وممكن تغير الالوان، ممكن تغير الطول بتاعه، يعني خلونا نجي عليها بعدين. زي ما شايفين امامنا في الاسفل مدينا بعض الايقونات للوصول مباشره، زي ما ذكرت لكم قبل مدينا عرض بالنسبه للالبومات الموجوده عندنا. زي ما شايفين امامنا هنا مدينا الالبومات الموجوده عندنا، ممكن تختار اي البوم وتصفح الصور الموجوده فيه، وممكن تعمل شكل العرض اذا كان حابب انك يكون الصور كبيره او صغيره، المهم حسب العرض اللي انت محتاج له. هنا برضو بنمشي للفيديو زي ما شايفين امامنا، بدينا الالبومات او الالبومات الموجوده في الفيديو زي ما شايفين امامنا، بدينا بعرض لنا الفيديو بدينا بالعرض عشان نقدر ايوه مالك بالكوري في شنو يا معقوله الدلب مشاتي واش اجيبها من كينيا يلا شنو جايب انا ما بعرف هنا طبعا بدينا الضبط بالنسبه لجوده الفيديو زي ما شايفين امامنا، لانه زي ما ذكرت لكم هو برنامج مليان امكانيات خرافيه جدا، ممكن تقدر تستفيد منه استفاده قصوى في الهاتف الخاص بك. بنعمل باك، بنعمل كنسل. بنعمل رجوع بالنسبة للفيديوهات. هنا برضو بالنسبة للميوزك زي ما شايفين أمامنا، هنا مدينا بالنسبة للمرئيات زي ما شايفين أمامنا، مدينا بعض المرئيات بالنسبة لمشغل الميوزك. هنا برضو مدينا مرئيات زي ما شايفين أمامنا، بنعمل فتح، بنعمل تمرير زي ما شايفين أمامنا، مدينا كمية خرافية جدا من المرئيات بالنسبة للمشغل الميوزك بكمية مهولة جدا ومعقولة في بالنسبة لمشغل الميوزك. بنرجع تاني بنمشي لي زي ما ذكرت لكم قبل، ممكن هنا تسمع مباشرة اللي جوجل بلاي. هنا برضو بالنسبة للاتصال، هنا بنخصص بعض التطبيقات اللي ممكن احنا نستخدمها بشكل يومي، حابي انك تخصص بعض التطبيقات او ممكن تحذف بعض التطبيقات حسب الشيء اللي انت عاوز. هنا ممكن نخصص زي ما ذكرت لكم بعض التطبيقات اللي بتستخدمها بشكل يومي، ممكن تضيف كل التطبيقات حسب الاشياء اللي انت عاوزه، ممكن تضيف التطبيقات اللي انت بتحتاج لها في بشكل يومي. هنا بالنسبة للتمرير على من الشمال إلى اليمين، هنا بدينا بعض الاختصارات في الأيقونات إذا كان في الاتصال، إذا كان في البلوتوث، إذا كان في الواي فاي، إذا كان في وضع الطيران، المهم حسب الشيء اللي أنت عاوزه هو بيكون موجود فيه بدون الحوجة للذهاب للأيقونات في الشاشة الأعلى. خلونا نرجع هنا برضو بدينا العرض بالنسبة للتطبيقات، لانه هو بالجزء زي ما ذكرت لكم مليان امكانيات. هنا مدينا ثلاثة انقاط عشان نقدر نعمل السيتنج، هنا طبعا بدينا مباشره للسيتنج للهاتف زي ما شايفين امامنا.
هنا السيتنج بالنسبه لي اللانشر هنا مدينا في الخيار الاول اذا كان حابي انه يكون الخلفيه الوان، اذا كان حابي انها تكون صوره، وحتى في الالوان ممكن تعمل الوان متراكبه مع بعض، الوان يعني فيه العديد من الخيارات زي ما شايفين امامنا. هنا ممكن تعمل لونين، ممكن تعمل ثلاث الوان، ممكن تعمل لونين مختلفات، يعني كميه خرافيه جدا من الضبط في بالنسبه لللانشر زي ما شايفين امامنا. خلونا نرجع شويه للورا زي ما شايفين امامنا، ادانا خلفيه بالوان متراكبه مع بعض بصوره جميله جدا. هنا بنمشي برضو بالنسبه للخيار، انا بس حابي اوريك الاشياء المهمه بالنسبه للبرنامج زي ما شايفين امامنا. هنا اذا كان حابي انك تعمل كل الشاشه او اذا كان حابي انك تكون صغيره، هنا برضو مدينا ممكن نغير اللون اذا كان حابي انك تغير الالوان بتاعه شو المتحرك ده، طبعا انا ما عارف اسمه، لكن هي بجد اضافه جميله جدا وممتازه جدا، ممكن تقدر تستفيد منها استفاده قصوى بالنسبه للشاشه الهاتف. خلونا نرجع ورا زي ما شايفين امامنا، اتغير عندنا اللون، وممكن تعمله لون داكن ممكن، لكن اذا كان عملت اللون داكن هو ما حتصل عندك الايقونات في الاسفل. طبعا هي فيه العديد من الاختصارات خليك انك تكتشفها لوحدك، لانه هو بجد برنامج جميل جدا، ممكن زي ما ذكرت لك تستفيد منه استفاده قصوى في بالنسبه لتشغيل في الهاتف، اذا كان من تصفح الصور، اذا كان من الميوزك، اذا كان من الفيديو. بجد هو برنامج جميل استحق مشاركة معاكم واستحق الاستخدام في الهاتف. لحد هنا درسي انتهى، واذكر وانبه بالنسبه للناس اللي بيشاهدوني لاول مره الاشتراك في القناه، واشوفكم في امان الله.